يو بي بي، مناديل الأمهات لتشرط الأحسن. مرحبا بكم مشاهدينا معنا في حصتكم جاوب تربح. اليوم عودنا ولينا المحل التجاري أغديس. كم لهم يخزروا فيها سبحان الله. عودنا ولينا حنا وميو بيبي باش نسألكم سؤال ونربحكم 500,000 إلى جاوبتنا الجواب صحيح، ومن بعد هذيك نجوزوا لا روبريك مود باس باش تدوا الكادو شباب بزاف بزاف. تبعوني شوفوا شنو هو سؤال اليوم. الخير نور، واش راك خويا؟ صافا نسي الحمد لله. الحمد لله، راك معنا في حس جاوب تربح. نعم، يعيشك يطول عمرك. سؤالنا يقول شحال من مره في النهار العين تتفتح وتتغلق، يعني ترمش؟ شحال من خطره في اليوم؟ اه في معدل اليوم. لا موين معدل واحد المليون. لا لا يعطيك الصحه. الخير عليك. واش راكي؟ صافا الحمد لله. سامتيا الحمد لله. صافا ولا الحمد لله. تعرفي حسنا؟ نو نو حسنا اسمها جاوب تربح. جوز في شروق تي في. نسقسوك سؤال، لا جبتينا الجواب صحيح تربحي معنا 500,000. ان شاء الله يكون سهل. ان شاء الله يكون سهل. ومن بعد تيك تجوزي معنا لواحد لا روبريك واسمها مود باس، اللي فيها نقول لك 3 انديس. لا 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 قلتي لي، علام راني نهضر. تربحي كادو واحد اخر بلوس لي 5000 دينار. لا ان شاء الله. سينو ما يروحولكش لي 5000 دينار، تدي 5000 دينار. ان شاء الله. ان شاء الله. سؤالنا يقول العين شحال من مره تتغلق وتتفتح في اليوم؟ سي تادير شحال من خطره تقدر ترمش؟ معدل. معدل عفيفخي. معدل تاعها، صادق تقدر تقول شويه اكثر شويه اقل. مي باش حددوا المعدل هذاك؟ 300 فوا 400. على بالي. قولي لي جواب. 600. معليش ميرسي. يعطيك الصحة. ميرسي شرفتي. ميرسي. النار. واش راكي؟ صافا الحمد لله. نتوما صافا؟ صافا ولا غير الحمد لله. الحمد لله ميرسي. يعيشك، راكي معنا في حس الجواب تربح، تعرفيها؟ وي وي. سؤالنا يقول شحال من خطره العين ترمش في النهار، استاذ تغلق وتفتح؟ ماما ودي سامعه بها هذه المعلومه. هما يقولوا معدل شحال من خطره. كاين الناس اللي مغزلين، كاين الناس اللي يديروا بزاف، كاين الناس اللي ما يرمشوش كامل. سا دي بون، شويه اقل شويه اكثر. ديك وحده لا دات ولادها بداو يقبحوا تبدا شوف تغلق اكثر من الناس تبدا. نورمالمون نورمالمون 8000 خطر. المعدل تاعها 8000 حديده ب 8000 مره. مبروك عليك. اه ميرسي. يعيشك في اليوم. اه في اليوم. وي صالح 10000 مره، باسكو سقمي روحك كي تحركتي عطي هكا لا غالب. مبروك عليك. ميرسي. تعيشي. دوزي معنا نشوفوا نصيحتي لليوم ونعاودو نولو نشوفو مود باس. مرحبا بكم في ركن نصيحتي، واليوم رانا رايحين نهضروا على مشروب الزعفران، سواء كان عصير ولا تيزانه. الزعفران جيد جدا للكبد ويمد الوجه توهجا لطيف، بصح في الواقع يحتوي الزعفران على خصائص مضاده للفطريات. يقدروا يستعملوه في علاج حب الشباب والعيوب الاخرى، كما يساهم في تحسين عمليه الهضم والتقليل من تقلبات المزاج لدى النساء الحوامل. ما عليكم غير في الدار ديري مغرف زعفران وتغليها في شويه ماء كما نغلو القرفه.
مشاهدينا ان شاء الله تكونوا استفدتوا من النصيحه ديالنا. نجوزو درك لا روبريك مود باس. مدام لو كان نقول لك سياره طريق وقايه مستشفى سرعه موتو 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 كنت نهضر على حزام الامن لا سينتور دو سيكوريتي. معليش ربحتي معنا 500,000 من عند ميو بيبي. تعرفيهم ميو بيبي؟ وي. عندك ولادك؟ لا لا ان شاء الله ربي يرزقك. ميرسي تعيشك. يعيشك الله يسلمك. مبروك عليك 500,000. ميرسي تعيشك. يسلمك. مش يسلمك بلا مزيان. مشاهدينا جوزو تشوفوا دركا لا فيديو كاع نشوفوا صالح واش خير لنا. وسناوني في العدد الجاي ان شاء الله. بيان سيغ الى راحت عليكم هذه الحصه تقدروا تعاودوا تشوفوها هي وكامل اللي فاتوها على اليوتيوب ولا في صفحتنا تاع الفيسبوك جاوب تربح اللي فيها اكثر من 11,000 فان. بقاو على خير. This is how I make a vine. يو بيبي مناديل الأمهات لتشرط الأحسن.